يكون هذا إلا لعبد قد أكثر من ذكر الله. إذا كثر من ذكر الله عز وجل يطمئن قلبه وينشرح صدره ويستقبل هذه المحن كقطرة عسل تقطر على قلبه. ولذلك كان بعض الصالحين قد مات له ابنه، مات الابن دياله وبدل ثياب دياله وتعطر وخرج، وقالوا أفي مثل هذا الموطن تفعل هذا؟ فقال أو أستكين لها، هذه المصيبة نزلت لا يمكن أن أستكين لها. أهل الناس أعطاهم الله عز وجل قوة من الإيمان ومن الصبر ومن الثبات، وأيدهم بتأييد من عنده سبحانه وتعالى. وإلا نحن نسأل الله أن لا يبتلينا، وإذا ابتلانا أن يثبت أقدامنا، هذا هو اللي نسأل الله عز وجل. الفضيلة الثانية من فضائل الذكر أنه يفتح لك بابا عظيما من المعرفة. سبحان الله، الإنسان الذي يستقبل القبلة ويجلس يذكر الله يقول لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله، أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهو في ذلك الوقت يتفكر عظمة الله ويتمعن في مخلوقات الله وفي تدبير الله في هذا الكون. هذا هو الداخل الذي يذكر، لأن الإنسان يعني يجمع بين ذكر، بين الذكر وبين الفكر باش تحصل ثمرة الذكر. وإلا لكان الذكر باللسان فقط هذا لا، هو كاين نتيجة ديالو، إلا كرر وكرر الإنسان كرر يحصل معه الفكر في بعض الأحيان، ولكن خاصة مع هذه المرحلة. لكن إذا جمعت بين الذكر والفكر كتحس هذيك الساعة سبحان الله العظيم القلب كيبدا يشعر بالإيمان، كتقول لا إله إلا الله، من الرازق؟ الله. تقول لا إله إلا الله، من المعطي؟ الله. لا إله إلا الله، من المانع؟ الله. لا إله إلا الله، من الضار؟ الله. لا إله إلا الله، من المغني؟ الله. وتتذكر أوصاف الله وأسماءه وصفاته للذكر. وجرعوا هذه المسألة، جربوها، فإنها ترياق نافع لمن كان قلبه مريض. اجلس 10 دقائق تذكر الله عز وجل وتفكر في الملكوت ديال الله عز وجل، وسترى لذة وحلاوة الإيمان في قلبك، كذلك تنمو وتشع على جوارحك. وهذه هي المعرفة التي تكثر من الذكر مع الفكر، يفتح لك باب ديال المعرفة. وهذا الذي قال فيه الشيخ عبد القادر: كل الناس إذا وصلوا إلى القدر حبسوا، إلا أنا فقد فتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق بالحق. أي أمر نزل إلا وأرده إلى الله. هذا الذي المعرفة، تعرف كيفاش تتعامل مع الأقدار يا الله سبحانه وتعالى. وهذا باب لا يفتحه الله عز وجل إلا من كان قلبه متوجها إلى الله، لسانه ذاكرا لله، فكره يعمل في ملكوت الله. هذا هو الناس اللي حصلوا على هذا الباب ديال المعرفة، وإلا فهو مسدود. وقد وقع ذلك لحارثة، قال كيف أصبحت يا، قال رسول الله لحارثة كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ماذا تقول، فإن لكل قول حقيقة. ما حقيقة الإيمان؟ شنو البرهان؟ قال أصبحت وكأني كأني أرى أهل النار في النار يعذبون، وأرى أهل الجنة بالجنة يتنعمون. أصبحت وكأني أرى عرش الرحمن منصبا، وأهل الجنة بالجنة يتعذبون، وأهل النار في النار يتعذبون، وأهل الجنة بالجنة يتنعمون. فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة: رجل نور الله بصيرته، عرفت فالتم. فتح الله له باب المعرفة، لأنه لك يشوف النار بحال يراها بعينه، وكيشوف النعيم ديال الجنة كأنه يراها بعينه، وكيشوف جبروت الله وقدرته كأنه يراه بعينه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذا هو باب المعرفة، وهو باب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي. وهذا إشارة نشير إلى فيها باش نختم إن شاء الله إلى النساء. بعض النساء يشتكيون، بعض النساء ملي كتكون هذه الخواطر اللي كنتكلموا فيها، ولا كيكون الدرس كيزعجوهم، يزعجونهم بالكلام، كيديروا مجموعات ويتكلمون كيزعجون النساء اللي معاهم. فالنساء اللي يدخلوا بيت الله عز وجل يجب أن ينصتوا إلى هذا الخير، فتعلم مسألة خير حتى من الصلاة، خير من العبادة. نص العلماء على أن إذا كان مجلس علم الإنسان يجيب يجلس دون تحية المسجد، لأن
مسألة من العلم خير من ركعتين وخير من العبادة، وخير لأنها تتعلم، لأن السؤال هو نصف العلم. وهؤلاء النساء يتكلمون ويزعجون باقي النساء اللواتي معهم، يخلون شيء يسمعوا. والإنسان إذا دخل إلى بيت الله فهو في عبادة، فيجب أن لا يتكلم إلا بحق، إلا بأمر معروف أو نهي عن المنكر، ولا يخوض في أغراض الدنيا. وتركوا الدنيا من باب المسجد إلى هنا، ودخلوا النار تكون القلوب ديالنا مملوءة بذكر الله، ندخل البيت ونتذكر الله ونذكر الله ونسمع لكلام الله. فهكذا يجب أن نكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كربنا وأن يرحم ربنا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من أوليائه المقربين. اللهم نفعنا بذكرك، اللهم نفعنا بمحبتك، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.